شوي بالملفات الخاصة بلبنان إقليميا، ملف الفيول الإيراني وين صار؟ ملف الفيول الإيراني، الجهة الإيرانية استضافت الوزير وليد فياض وتباحثت معه ووصلوا إلى خلاصة أنه الإيرانيين جاهزين، جهزوا العقود، جهزوا الأوراق، جهزوا كل المستندات، وكانوا بانتظار زيارة الوزير وليد فياض إلى طهران للتوقيع، وفورا ستبدأ الهبات لتصل إلى لبنان. لكن من الواضح أنه هناك حادثة هيك حصلت، الرئيس نجيب ميقاتي بينزل على عجل من الطابق 25 للطابق 17 وبيلتقي مع حدا من الأشخاص ويقول مش ماشي بالموضوع الفيول الإيراني. لا مش ماشي بموضوع الفيول الإيراني لأنه هوكشتاين ما قبل، نعم، لأنه مش مستعد أنه يعطي هذا الفرصة أو يتجاوز الأمريكي في هذا الموضوع، خاصة أنه الوعد الأمريكي رجع بلش يتحرك أكثر فأكثر بعد الترسيم، أنه نحن بنرجع بنجيب هلأ الغاز المصري والكهرباء عن طريق الأردن وكذا، ولا حاجة. يعني العرقلة مش عند وزير الطاقة، عند الرئيس ميقاتي. لا، للأمانة مش عند وزير الطاقة، للأمانة عند الرئيس ميقاتي. ومن المعيب جدا، من المعيب جدا فعلا، يعني هلا انا ما عم بحكي باي شيء سياسي، بدي احكي بشيء اخلاقي حتى، انه لما بتوصل انت الى مرحله الهبات الامريكيه التي تصل الى لبنان تتجرأ انك تحط عليها شروط، الهبات السعوديه اللي بتوصل الى لبنان بتتجرأ تحط عليها شروط، الهبات الاوروبيه بتتجرأ تحط عليها شروط، ليه بدك تحط شروط على الهبات الايرانيه؟ اولا هي هبات لمساعدتك، يعني لا بترحم ولا بتخلي رحمة الله تنزل على اللبنانيين. حدا بده يقدم لك هدية بتحطي عليه شروط؟ بأي منطق؟ بأي منطق سياسي وأخلاقي؟ وبأي منطق بأي منطق حكوماتي؟ بأي منطق؟ يعني شفنا كمان كان الرفض بوقت المازوت الإيراني وجاب حزب الله المازوت الإيراني على داخل، ما له عليه الدولة، ما له عليه الدولة بهداك الوقت. هداك الوقت كان عم بيخبي راسه دولة الرئيس نجيب ميقاتي، ما بده يتحمل المسؤولية. يعني برجع بقول لك ما بدنا نفتح دفاتر مسكره، نحن عم نحكي عن هبه فيول. هيدي الهبه راح وزير من الحكومه اللبنانيه سافر الى طهران ورتبوا كل التفاصيل. شو هو السبب لحتى لي بعد ما وصلت الفيول الايراني؟ السبب عند الجهه الايرانيه؟ لا. السبب عند وزير الطاقه؟ لا. السبب انه الرئيس نجيب ميقاتي حتى الان لم يعطي اذن لوزير الطاقه. ما انت كمان بحلقه سابقه قلت انه الامضاء التوقيع مع الوزير الطاقه 100%. انا قلت لك طيب هلا وزير الطاقه انا بقى قلت لك الان الايراني جاهز، خلي يفرجونا رجال بالحكومه يطلعوا على ايران، هيك قلت لك بالحلقه. نعم. وبعدي عندها طلع الوزير وليد فياض الى طهران وعمل تباحث وشاف المواصفات وشاف الفيول العراقي، بيسترجوا يحطوا عليه شروط؟ ليش الهبة الإيرانية بالتحديد كل هالشروط والمواصفات وصرنا بدنا نغلفها بقلب ورقة كادو لنجيبها على لبنان؟ طيب وعدا عن هيك كل هذا تم، الآن ما الذي يمنع أن تستكمل الحكومة اللبنانية عم مبادرتها تجاه الحكومة الإيرانية؟ شو اللي بيمنع؟ طيران موجود وساعة ونص بتكون بإيران، شو بدها؟ طيب. يعني الشعب اللبناني خلاص، يعني والله العظيم تعب من الكهرباء، تعب من فواتير المولدات، تعب من الطاقات وتعب من كل السنة، خلاص يعني الآن في فرصة أن نغذي الكهرباء شوي، خلاص. ما نحن جربنا اللي بلشت فيه قلت لك عنه، التغريدة اللي قال عنه الشيخ نعيم قاسم، جربنا هذا النموذج ونجح، وانت كنت واحد من عرابين هذا النجاح. طيب بس كمان كان في طرح هو انه بنرفع التعرفه وبنغذي حالنا بحالنا بلا ما نشحد من غيرنا وبلا ما نعرض حالنا للعقوبات. ما بدك فيول، ما انت رفعت. لا 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 لحظه، قديه صار عليها عقوبات؟ قديه صار في فريق، كان صار له فريق طويل عريض من السياسيين بلبنان رافضين رفع التعرفه على موضوع الكهرباء. هلا هذا زياده ضرائب على جيوب الناس بوضع اقتصادي مثل هذا؟ لا ما يعني قبل في هم كانوا لما يوصلوا لهون عم بيطالبوا برفع التعرفة. طيب انا اذا بتخيريني برفع التعرفة وبجيب لك كهرباء ولا بخلي التعرفة مثل ما هي وما بجيب لك كهرباء؟ شو المنطق شو بيقول؟ ارفع التعرفة وجيب لي كهرباء. نعم. منين بجيب فيول؟ منين بشتغل فيول؟ بدك تصير ما الدولة اللبنانية هي بدها تغذي حالها من حالها. انا قدامي هبة هلا، لكنت انت قررت شو بدك تعمل،
بالدولار الجمركي بالتعرفة الكهرباء بكل التفاصيل. قدامك فرصة، هاي الفرصة للفيول الإيراني، شو اللي بيأخرك؟ قاعد تتشرط على الإيرانيين، بدك كذا وبدك كذا وآخر النهار بتقعد. طيب نحن لأن خلص وقتنا، بس سريعا بدي أسألك، ماذا بعد توقيع الترسيم، ترسيم الحدود البحرية في لبنان؟ بعد الترسيم ستبدأ الشركات في التنقيب، وسيعمل بشكل جدي عليها، وستبقى العين مراقبة لكل عمل يجري في لبنان حتى لا يكون هناك أي تلكؤ ولا يكون هناك أي تضييع للوقت، وسيبدأ فيما بعد عملية الاستخراج للبيع. طبعا التنقيب بده وقت، وفي حكي مع الشركات فيه. العين تبقى ساهرة، عين الدولة تبقى ساهرة، وعين المقاومة ستبقى ساهرة. عين الدولة تبقى ساهرة على موضوع الشركات، وعين المقاومة ستبقى ساهرة على أن لا يتم هناك أي اعتداء أو خرق، لأننا أمام عدو لا يؤمن له لا باتفاق ولا بغير اتفاق.